أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من استوديو الجزائر، ونتابع فيه اختتام أشغال الاجتماع الثاني من سلسلة الاجتماعات من نداء من أجل الساحل. ما هي مخرجات هذا الاجتماع وما تهدف به أو ما تهدف إليه الجزائر من احتضان مثل هكذا اجتماع في ظل ظروف جيوسياسية واستراتيجية ومتغيرات دولية خصوصا على شريط دول الساحل؟ إذن المجتمعون أكدوا على أن دور الجزائر ومقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف هي المقاربة الأصح التي يمكن الاعتماد عليها حتى نتفادى مثل هكذا ظواهر. من بين المخرجات كذلك دعوة السلطات المحلية والمركزية لأهميتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذلك المختصين الدعاة الأئمة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، المجتمع المدني. كل هذه الفعاليات من شأنها أن تساهم في إحلال السلم والأمن وإبراز القيم الحضارية وكذلك القيم التي تدعو إلى التآخي والسلم. ولا ننسى كذلك المقاربة الاقتصادية، مقاربة التنمية، حيث كان رئيس الجمهورية في لقاء 36 للاتحاد الإفريقي دعا وخصص مليار دولار، ضخ هذا المبلغ للتنمية في إفريقيا. ربما البعض يذهب على أن هذا الأمر ربما له دواعي اقتصادية، ولكن له كذلك دواعي أمنية، دواعي سياسية لاستتباب الأمن، ولأنه الفقر كذلك كاد أن يكون كفرا. سنناقش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام مع ضيفي في البلاطو الدكتور يوسف مشرية، ورئيس منتدى جسور السلام الدولي، وكذلك الأمين العام السابق لرابطة دعاة وأئمة الساحل. أهلا بك سيد الكريم. أهلا سيدي بوعفية، بارك الله. نشكرك على تلبية الدعوة دكتور يوسف مشرية. إذن اجتماع الثاني من سلسلة الاجتماعات نداء من أجل الساحل، كي نقول ثاني كان أول، كيف كان الأول؟ نعم صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد النداء الثاني للساحلي هو جاء بعد النداء الأول الذي عقد بكيغالي برواندا، وهي مبادرة يقوم بها الاتحاد البرلمانات الدولية، وهذه المرة جاء بشراكة مع البرلمان الجزائري لإقامة النداء الثاني من أجل الساحلي. فهي شراكة بين البرلمان الجزائري في غرفته الأولى والثانية، وكذلك مع اتحاد البرلمانات الدولية. عقد هذا النداء في الجزائر في ظرف حساس جدا تعيشه منطقة الساحل وجنوب الصحراء، هذه المنطقة التي تمتد من نهر السنغال إلى نهر النيجر وإلى بحيرة تشاد. والخبراء يدركون معنى هذه المعالم، بمعنى أنها تشمل أكثر من 12 دولة، ليس فقط G5 خمس دول، لأن منطقة الساحل شاسعة، وإذا أردنا بالساحل الكبير يصل إلى القرن الإفريقي. اسمحني على المقاطعة، دول الساحل أسست 2014، هذا قرار خاص بهم يعني، ولكن دول الساحل أكثر من ذلك. نعم، هو G5 هذا اللي يتكلموا عليه هما، هذا أسسته فرنسا، الاستخبارات الفرنسية، فقط لضرب مقاربة الجزائر يومها. حينما أسست الجزائر للسيموك الشراكة بين الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا، فجاء G5، ولكن بعد الأيام أبانت خيبة هذا G5 وخيبة العديد من المبادرات التي قامت بها مبادرات أجنبية، لأنها لم تعتمد على المقاربة المحلية الإفريقية لأهل المنطقة، وفشلت في برخان وغيرها. نعم، فشلت في سارفاي، وفشلت في برخان، وفشلت في غيرها من 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 العمليات. لماذا؟ لأنها لم تعتمد على مقاربة محلية محضة. لذلك جاء الآن النداء هذا الثاني للساحلي، وأقر فيه برلمانيو الاتحاد الدولي بما أن مقاربة الجزائر في مقارعة الإرهاب وفي مقارعة التطرف العنيف هي الأنجع، ليس نرجسية، بل أثبتت التجارب أنها من الواقع، لأن الجزائر راحت بتجربة مريرة وهي تجربة العشرية السوداء والمأساة الوطنية، فقالت على أن مقارعة الإرهاب لابد أن نعود إلى أسبابه وإلى أصوله. أستاذ يوسف مشرية، ربما يقول المرجفون في المدينة، وأنا دائما استعمل هذا المصطلح، والذين يتابعون والظاهريين يعني يتغنون بظاهر الكلام، يقول لك ما دخلنا في الساحل، لماذا هذا الكلام كثير على الساحل؟ نعم. ماذا يفيدنا أننا نعطي هذه المقاربة حتى يكون المواطن والمشاهد في يعني بينة من أمره؟ لماذا هذا التكالب على منطقة الساحل؟
منطقة الساحل وجنوب الصحراء يحدها بينها وبين الجزائر قرابة 3000 كيلومتر. بيننا وبين مالي الأشقاء 1400 كيلو. وقبل البارحة اجتمع الفرقاء في شمال مالي واستقبلهم رئيس الجمهورية في قصر الجمهورية وخصهم باستقبال أول مرة وسابقة في تاريخ الجزائر المستقلة. بيننا وبين النيجر قرابة 1000 كيلو. بيننا وبين ليبيا قرابة 1000 كيلو، وهي حدود يعني كلها حدود وخطوط النار. وهذه المنطقة تلعب وتعبث فيها الجماعات الإرهابية. تصور أخي أبو عافية، في 2013 بعد سقوط شمال مالي وبعد سقوط بعدها مباشرة نظام معمر القذافي رحمة الله عليه، سقط شمال مالي على أيدي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، فكان حجة للتدخل الفرنسي بدعوى على أن الحكومة المركزية في باماكو دعا. لكن بعد 10 سنوات من عملية برخان، كم من جماعة كانت في المنطقة؟ أكثر من 10 جماعات. القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أنصار الإسلام والمسلمين، التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، جماعة بوكو حرام، تنظيم الدولة بغرب إفريقيا، فإنها تعيث في الأرض فسادا، رغم أن هذه الدول فرنسا وحلفائها في المنطقة تملك من التكنولوجيا، بحيث تدرك النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولكنها لا ترى هذه الجماعات في ضوح النهار. فهي علامة استفهام كبيرة جدا. وبالتالي لما الساحل؟ لأن الساحل غني بالثروات الطبيعية. الساحل غني باليورانيوم، غني بالماس، غني بالمنجم. مؤخرا في شمال النيجر قامت الشركات، شركة سوناطراك بشراكة مع إخوة في النيجر باكتشاف البترول والغاز. كل هذه المناجم كانت في سرية عن الشعب منطقة الساحل والصحراء. وفرنسا تنهب وفي ثروات هذه البلاد وباتفاقيات إلى الأبد مجحفة. سيد الكريم، لو يعني نقرأ هذه قراءات القوات المتواجدة، نجد في منطقة الساحل أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، القوات المتحالفة، يعني قوات يعني بسميات مختلفة. هذا ما ندرك أن هذا هو تكالب من أجل مصالح معينة. الذي يريد الحل هو صاحب المشكل، كيف ذلك؟ نعم صحيح، لأن المنطقة ابتداء من تشاد الذي تم اغتياد رئيسها ديبي. إدريس ديبي رحمة الله عليه، وتم يعني حرق كل المجالات الدستورية، ونصبت فرنسا الرئيس الحالي للأسف الشديد. النيجر محاولة اغتيال رئيس، كذلك مالي انقلاب، غينيا انقلاب، بوركينا فاسو انقلاب. الآن نرى صحوة ضمير داخل هذه المنطقة. الشعوب الإفريقية، أنا قلتها في أكثر من بلاطو، أن سنة 2023 هو سنة الوعي الإفريقي، بمعنى أن هذه الشعوب أدركت أن المستعمر القديم الجديد ما زال ينهب في ثروات البلاد، ينصب سلطات يعني مستبدة وموالية لهم، لكن الشعوب تعيش تحت خط الفقر. تصور سيدي الكريم، 10 دول في العالم تحت خط الفقر، 5 منها في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، رغم أن المنطقة غنية بثرواتها الطبيعية. وبالتالي هذا التكالب على المنطقة هو تكالب على ثرواتها، تكالب على خيراتها. لذلك فكانت الإرهاب هو الفزاعة التي تبرر البقاء لهذه القوات الأجنبية. قبل ما نتحدث عن النداء، لأنه مصطلح مهم جدا، كلمة النداء يدعو إلى الاستغاثة، يدعو إلى الاهتمام، إلى غير ذلك. ولكن سيدي الكريم، ماذا يوجد في منطقة الساحل؟ لا نتكلم عن الخيرات، وإنما نتكلم عن الشرور، الجريمة المنظمة، تهريب البشر، المخدرات، الإرهاب، التطرف العنيف. من فعل الفعل بهذا المنطقة؟ المنطقة كانت في مأمن، وكانت تعيش في سكينة وطمأنينة، حتى أن الإسلام حينما دخلها منذ الأزل دخلها عن طريق تجار مسالمين يكسبون روح الإسلام بالوسطية والاعتدال، عن طريق الطريقة التيجانية الجزائرية والطريقة القادرية الجزائرية وغيرها. لكن المغيلي توغل كثيرا. نعم، المغيلي له أحفاده في النيجر، أحفاده في مالي، أحفاده في شمال نيجيريا، في كانو وفي غيرها. فتصور أخي الكريم، لكن تم أدلجت بعض أبناء المنطقة وغرر بهم ليكونوا ذريعة للتدخل الأجنبي. المنطقة، هذه الجماعات الإرهابية حينما أتكلم عنها، إنها تحالفت مع تجار المخدرات الصلبة العابرة للقارات، يجندون الشباب والأطفال تحت سن الرشد، 20 يورو 30 يورو للأسف الشديد. فكل هذا حتى يكون محجة لبقاء الجريمة المنظمة وبقاء كل آفة وكل شر في الساحل. لذلك جاء النداء،
جاء النداء للاستغاثة، ولكن أقول دائما أن الحل لم يكن ولن يكون أجنبيين، الحل بأيدي الأفارقة، الحل بأيدي أصحاب النيجر وبأيدي الماليين وبأيدي نيجيريا والبوركينا فاسو. أعتقد حينما تم طرد السفير الفرنسي من واغادوغو وتم غلق القاعدة العسكرية في واغادوغو، حينما طرد السفير كذلك والقوات الأجنبية في مالي، أدرك هؤلاء أنه لا مفر من الخروج من الأزمة إلا بالابتعاد عن هذه الشرور. إذن أمام هذه الشرور كما قلت دكتور يوسف مشرية، نتحدث عن الحلول، نتحدث عن النداء، نتحدث عن الآليات. فمقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لا غبار عليها. هل اقتنعت المجموعة الدولية والمتدخلين في منطقة الساحل أنه لا مناص من الحديث واعتماد المقاربة الجزائرية، وكيف يمكن اعتمادها؟ المقاربة الجزائرية تعتمد على مقاربة موضوعاتية، مقاربة عقلانية واقعية ليست تنظيرية، لأن أهل مكة أضرب بشعابها، شمال مالي أبناء عمومتنا، شمال النيجر أبناء عمومتنا، موريتانيا كذلك أبناء عمومتنا، هؤلاء المنطقة هم يعيشون هذه الأزمة وهذه المشاكل. حينما قام مؤخرا السيد رئيس الجمهورية وهو مشكور على ذلك بضخ مليار دولار في حساب الهيئة الوكالة الوطنية للتعاون الدولي لتضامن التنمية، وقامت هذه الوكالة أن أصبحت عملية، ذهبت إلى كيدال وذهبت إلى شمال نيجر وتقوم الآن بمشاريع خيرية هناك، لأن الجزائر حينما تعطي لا تمن، وليس حسابات توسعية ولا أجندة بذلك، إنما تريد الأمن والاستقرار المنطقة، لأن الفقر ولأن انعدام البنى التحتية، نتكلم على المدارس، نتكلم على الطرق، نتكلم على ما أدري. لذلك الجماعات حينما أبناء المنطقة تورطوا في المخدرات، تورطوا في التهريب، تورطوا في الجماعات الإرهابية، وبالتالي حينما تكون هذه المقاربة الشاملة الاجتماعية والاقتصادية هي صمام الآمن، يقطع الطريق حول التطرف العنيف والإرهاب. سيدي الكريم، المقاربة لها امتدادات ولها فروع ولها تصورات. من تصورات المقاربة الجزائرية، تعرف أنه المذهب المالكي في الجزائر، نتحدث كذلك عن العقيدة الأشعرية، نتحدث كذلك عن التصوف السني. كيف يمكن لهذه القيم الجليلة أن ترسخ لها الجزائر في المنطقة؟ نعم، جاءت هذا النداء الثاني للساحل الذي عقد بالجزائر العاصمة حول إشراك الجماعات المحلية والشخصيات الدينية وشيوخ القبائل والأعيان في منظومة الحلول. لذلك الجزائر حينما قامت بمقارعة الإرهاب في العشرية السوداء أشركت العلماء وأشركت المرجعيات وأشركت الشيوخ لبيان أن الإسلام بعيد كل البعد عن التطرف وعن التكفير وعن التفجير وعن الإرهاب وعن التبديع والتفسيق، لأن هذا الإسلام هو دين الوسطية، دين الاعتدال. لذلك حينما نشرك هذه المرجعيات الروحية، هذه المرجعيات المسالمة التي تعطي السكينة والطمأنينة، بمعنى أن ما قامت به ما تقوم به بوكو حرام للأسف الشديد، وما تقوم به بعض الجماعات التكفيرية بعيد كل البعد عن الإسلام وعن الجهاد، بل الجهاد هو شعار وهو أسمى من معانيه مئة معنى، إنما حصروا هؤلاء المغرر بهم في منظور مقصور جدا. نتحدث عن الفواعل التي يمكن أن تساهم في هذه المقاربة، مقاربة الحلول، مقاربة الوسطية إلى غير ذلك. تحدثنا عن الهياكل المركزية والمحلية، وتحدثنا بشكل أو بآخر عن المؤسسات، خلينا نسميها الدينية، ولكن ربما وسائط الإعلام، المجتمع المدني، كيف يمكن أن يرسخ هذه المبادئ؟ لا شك لابد حينما تدرك على أن مثلا أتكلم مثلا عن الجيل الرابع ولا الجيل الخامس من الجهاديين بين قوسين أو من الإرهابيين أو التكفيرين، بل حتى مصطلح الإرهاب لم يتفق على تعريفه. حتى في أعلى منظمة أو الأمم المتحدة لم يتفق على تعريف الإرهاب، إنما اتفقوا على الفعل الإرهابي، على النتائج السلبية المنجرة عنهم. حينما نتكلم على الوسائط الاجتماعية، نرى أن هذه الجماعات، هذا الجيل الرابع والخامس من الإرهابيين، يستعملوا شبكات التواصل الاجتماعي. نرى مثلا أن ما يسمى بموقع الزلاقة، وهو الناطق الرسمي للقاعدة والمنطق الرسمي لتنظيم الجهاد بغرب إفريقيا، إنما يبشر ويقوم بالدعاية لأعمالهم.
لذلك فلا بد كذلك من عمل مضاد أدرك إدراكا جيدا على أن المنطقة تفتقد إلى أبجديات الحياة. لذلك أنا أنوه في هذه المناسبة بمشروع تقوم به الجزائر وقامت به من قبل، وهو إذاعة الساحلين للقرآن الكريم الذي انطلق في 2006. وأعتقد أن ضمن هذه الأيام في مشروع جديد سوف تطلقه الإذاعة الجزائرية، وهو إذاعة الساحل الذي يبث على كل المنطقة باللغات المحلية، بالبومبارا، بالهوسا، بالبيو، بالفلاتة، خاطب الناس بما يعقلون. وبالتالي ضمن هذه الآليات وضمن هذه العوامل نستطيع أن نجفف منابع الإرهاب ونقطع الطريق عليه. قبل أن نقطع الطريق سيدي الكريم، ما هي يعني المتوقع الاستعجالي؟ لأنه منطقة الساحل لا تزال يعني بؤرة للتوترات. صحيح. بؤرة، وإن كان ربما رحل عنها بعض الحركات أو حتى نقول قواعد كانت العسكرية متواجدة، آخر جندي ربما انسحب من مالي يعني الفرنسي، كما قلت المظاهرات اللي كانت أمام السفارات إلى غير ذلك. هل تتوقع حل قريب لدول الساحل أو مشكلة الساحل؟ والله الحل ليس حلا سحريا، لا نملك عصا موسى ولا نملك عصا سحريا، إنما الحل يكون إلى أبعد. فرنسا ما زالت تترنح ولا يمكن أنها تستغني عن الساحل. نعم دخول أقطاب جديدة متمثلة في الصين، في روسيا وغيرها، ولكن أعتقد أننا ما زلنا بعيدين. حينما تكلموا على المثلث الحدودي والذي يربط ما بين مالي والنيجر وبوركينا، هذا مثلث النار، كل يوم تقريبا كل يوم عمليات إرهابية. هل تتصور على أن الإرهاب يصل إلى البنين؟ هل تتصور أن الإرهاب يصل إلى الموزمبيق؟ إذن فإن كأن القارة مقبلة على سيناريو غريب جدا. وبالتالي أعتقد حينما يكون هذا النداء الذي اعتمد في مخرجاته أن يكون معتمدا في القمة القادمة للأمم المتحدة على إشراك الجماعات المحلية، وأن التدخل الأجنبي الذي كان في منطقة الساحل والصحراء هو الذي عقد وعفن وأزم المؤزمة. سيدي الكريم أستاذ يوسف، يعني هذه الفواعل أو هذه القوى الدولية التي تدعم هذه الحركات الانفصالية وهذه الحركات الإرهابية، ألا ربما لا تخشى أن تدور عليها الدوائر بالمنطقة الشعبي أو بالمثل الشعبي من رب جروك له؟ أكيد أكيد جدا. وبالتالي منطقة الساحلي هو خط النار. أنا أعتقد أن المستهدف الأول والأخير هو الجزائر سيدي الكريم. إحنا بدأت قلت لك الحدود مع ليبيا، الحدود مع مالي، مع النيجر، وبالتالي الجزائر هي صمام أمان إفريقيا وهي صمام أمان الحوض المتوسط. مرنا بتجربة عسيرة جدا، لكن الآن نسعى بكل إمكانياتنا بقوات الجيش الوطني الشعبي، بنخبنا، بمفكرينا. الجزائر قامت حتى في الجانب التجاري بإنشاء مناطق حرة في المناطق الحدودية حتى تسهل لها وتنقص من التهريب وغيرها. وبالتالي أعتقد أن الأمن القومي للجزائر لا ينتهي عند برج بجي مختار أو طنزاوتين، بل يذهب إلى غير بحيرة تشادي وإلى نهر السنغال. كما يظهر لنا ويخرج لنا المخرج هذه الصور هو استقبال رئيس الجمهورية لرؤساء وممثلي الحركات السياسية في مالي. كيف تقرأ هذه الخطوة غير المسبوقة؟ والله مبادرة جدا. أنا عندي تواصل كبير جدا مع الأشقاء في شمال مالي في الحركات الأزوادية، الإخوان من الأزواد ومن التطوارق ومن البرابيش وغيره من القبائل المتواجدة هناك، ونتقاسم معهم العرق والنسب والإسلام واللغة والجيرة وغيرها. بني عمتنا ما قام به رئيس الجمهورية يحسب له وهو مأجور على ذلك بإذن الله عز وجل، فهي سابقة لأول مرة في تاريخ الجزائر رئيس الدولة يستقبل الحركات السياسية أو حركات الأزواد في شمال مالي. لأن اتفاق الجزائر الذي عقد في 2015 اتفاق السلم والمصالحة بين الشمالي والمركزي في باماكو، مؤخرا بعد الانقلاب على الرئيس السابق وقيام المجلس العسكري بقيادة البلاد، الإخوة في شمال مالي بإعاز من لوبيات، أتكلم على المخزن وأتكلم على فرنسا وأتكلم على الموساد الصهيوني، يريدون خلط الأوراق في شمال مالي. وبالتالي الجزائر قطعت الطريق، تريد أحل حالة الاتفاق، تفعيل الاتفاق،
تقدم ضمانات للوساطة بين الإخوة في المركزية في باماكو وبين الأشقاء في شمال مالي حتى تبقى المنطقة تعيش في سلم ومصالحة كما يقال. سيدي الكريم، الجزائر تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتدعو إلى حل الأزمات حلا سلميا يعني، ومقاربتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولها كل العلاقات مع دول الساحل وغيرها من الدول الإفريقية. ولكن الشر الصهيوني يزال ممتد، هذا الأخطبوط الذي يحاول أن يمتد في المنطقة بشكل عام. كيف يمكن هذا الأمر أن يؤثر على علاقات الجزائر مع بعض الدول؟ لأنه التطبيع ليس ربما مع العرب فقط أو بعض الدول العربية، التطبيع امتد إلى بعض الدول في إفريقيا، وهذا ما يشكل خطر زائد. كيف تعلم؟ نعم، شفنا آخر مرة، شفنا في القمة الأخيرة في أديس أبيبا والتي ذهب فيها السيد أيمي عبد الرحمن رئيس الحكومة والوزير الأول ممثل لرئيس الجمهورية في القمة 36، شفنا كيف تسلل الوفد الصهيوني إلى القمة وتم طرده، وقد صرحوا بذلك. المخزن الآن للأسف الشديد يريد أن يلعب دور الوكيل، ولكن كما يقول بين قوسين يعني زاد على شو الصاوع عليه، يعني مجانا هكذا يقدم هذه الخدمات. وبالتالي دخول هذه الغدة السرطانية في الاتحاد الإفريقي تزيد من تأزيم الاتحاد. ولكن أعتقد عرصات الاتحاد الإفريقي متمثلة في الجزائر، متمثلة في نيجيريا، متمثلة في جنوب إفريقيا، هي التي تعطي الميزانية وتشترك سنويا في ميزانيتها في الاتحاد الإفريقي، سوف تقطع الطريق. آخر من طبع مع الكيان الصهيوني هو تشاد، وشفنا كيف أن الرئيس أو الرئيس المرحلة الانتقالية تاع سنتين، ربما لأن الجبهة الداخلية ضعيفة، ربما شعبيته ضعيفة، يريد أن يستعين بإعاز من فرنسا التي نصبته، أن يستعين بالكيان، ولكن الكيان لا يقدم شيء للأفارقة دي. وبالتالي مصلحة الأفارقة تكون عند الإفريقيين. فرؤية 2063 هذه الرؤية التي نريد أن نرى إفريقيا مسالمة يعيشها الأمن والسلام، أو قبلها خطة 2030 كلها الجزائر فيها صمام أمان. الجزائر تقوم وقامت بمشروع كبير جدا، ومشروع الطريق العابر للصحراء الذي يجمع 6 دول من دول الاتحاد الإفريقي وجنوب ومنطقة الساحل، سيكون كذلك يدر بالخيرات على هذه المنطقة. والموضوع يبقى للاهتمام والمتابعة في فقرات قادمة ومحطات قادمة. شكرا لك الأستاذ يوسف مشرية، وأنت رئيس منتدى جسور السلام الدولي، وكذلك أمين عام سابق لرابطة دعاة وأئمة الساحل، على كل هذه التوضيحات. نتمنى نلقاك في فرصة قادمة بحول الله. شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نأتي إلى ختام استوديو الجزائر من فريق العمل. أجمل التحايا، أما مني أطيب المنى، سهرة ممتعة، سلام عليكم.